تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي، وبالشراكة مع مستشفى الزهراء. في هذا البرنامج نحاول قدر الإمكان أن نستقبل آرائكم، اقتراحاتكم، ملاحظاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير خدمات هيئة الصحة بدبي، وأيضا تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل أو بآخر، وكذلك يعني فتح هذه القنوات يساهم في تعزيز واستشراف المستقبل الصحي وتحقيق رسالة هيئة الصحة التي تسعى إليها والمتمثلة في يعني مجتمع أكثر صحة وأكثر سعادة. للتواصل معنا على الأرقام 4006 للرسائل النصية، وللاتصال 600-55-1414. طبعا مثل ما عودناكم ناخذكم في جولة سريعة على أهم ما طلعتنا به الصحف المحلية ووكالات الأنباء العالمية. طبعا أنتوا اليوم نحن نتكلم على إن شاء الله بتكون عندنا حلقة مميزة، حلقة فيها العدد من المواضيع. نبتدي بالأخبار. طبعا الأسبوع الماضي كان عندنا اختتام معرض جايتكس، فالهيئة اختتمت مشاركتها في معرض جايتكس مع هذا الإقبال الجميل اللي كان من قبل الزوار للاطلاع على آخر ما توصلت إليه الهيئة من خدمات وتطبيقات ذكية فائقة المستوى التي تلبي احتياجات المجتمع. طبعا شهد جناح الهيئة توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون بين هيئة الصحة ومختلف المؤسسات الرائدة محليا وعالميا ضمن جهود الهيئة الهادفة للاستفادة من الخبرات والتجارب المتميزة التي تخدم يعني طبيعة عملها وتساهم في تحقيق استراتيجية متميزة للوصول إلى مجتمع يعني مبتكر، وإلى نظام صحي يعني قادر على أن يلبي الاحتياجات المتزايدة للسكان من الخدمات الصحية ذات الجودة العالية. طبعا نحن غطينا المعرض، وكانت عندنا يعني في الأسبوع الماضي عدد من المسابقات اللي خذناكم بشكل أو بآخر إلى العديد من المواضيع، اللي العديد من الجوائز اللي قدمناها عبارة كان عن ساعة أبل، وإن شاء الله يعني في القادم من الأيام بتكون عندنا بعد مشاركات ومسابقات قادمة. سؤال الحلقة، عندنا سؤال اليوم؟ لا ما عندنا سؤال فياكم. الخبر الثاني يقول طريقة جديدة لإزالة الوشم من دون ألم. ما أدري يعني اللي مسوي وشم يعني ساعات تكلم، والله هنا هاليومين نشوف صغارية كل واحد حاط لي وشم على يديه ولا على كتفه، يعني ما أدري وين يبين هذه الظاهرة الصراحة. بعد هني يحطون وين هذه؟ أنت بس تحج خشمك يعني مو بالنها عبالي والله هنا يحطون بعد، قلت عبود بالله منهم. فالمسألة أن توصل طبيب بريطاني لإزالة الوشم من دون ألم أو تقرحات، الأمر الذي قد يساعد الملايين على التخلص من هذه المشكلة. وذكرت صحيفة الديلي ميل أمس الأربعاء أن الدكتور ستيوارت هاريسون مدير عيادة إكسفورد للجلدية بدأ أخيرا إزالة الوشم، وذلك بغرز إبر صغيرة في الجلد تحتوي على كريم، الكريم اسمه ريجوفي.
تساعد على إخراج الحبر الذي يستخدم في الوشم ودفعه إلى سطح الجلد، وبذلك تتكون قشرة يتم التخلص منها خلال فترة تتراوح بين 6 و8 أسابيع. ويستخدم هاريسون الطريقة نفسها المستخدمة في دق الوشم على الجلد، وهي غرز الإبر فيه. وقال هاريسون أن هذه الطريقة العلاجية يمكن وصفها بأنها غير مريحة، لكن لا يمكن القول بأنها مؤلمة. وأضاف أنها أقل ألما من حفر الوشم نفسه، وأقل ألما من العلاج بالليزر. ليش تسوي وشم من البداية أصلا؟ يعني الأجانب أوكي نتقبل، بس أنت رجل مسلم، امرأة مسلمة، يا إذا قل لي وشم خير إن شاء الله، وين تبى؟ استغفر الله العظيم. طيب ناخذ فاصل عيسى؟ زين ما نقرأ هذا الخبر وعطول ما ناخذ فاصل، خبر سريع إن شاء الله. ربطت دراسة ألمانية حديثة بين الإصابة المتكررة بصداع في الرأس بشكل متكرر وبين الضرر الدائم في خلايا المخ، وإلى جانب ما يسببه الصداع من ألم نفسي وجسدي يتمثل في حالة الإرهاق والضعف العام التي تعتري الجسد وعدم القدرة على التركيز فضلا عن شدة الألم. قد يصل الأمر إلى وضع أكثر خطورة برأي الدراسة، تمتد آثاره أحيانا إلى فقدان المادة الرمادية في قشرة الدماغ. وفي هذا الصدد يقول مدير مستشفى الأعصاب، مستشفى الطبي للأعصاب بجامعة أيسن غربي ألمانيا بروفيسور هانس كريستوف لمجلة بريجيت وومان الألمانية، إذا استمر صداع الرأس لفترات متقطعة تزيد عن 5 أعوام لن يستطيع المريض أن يتحرر من الألم مطلقا. وأشار دينر إلى أنه لا يمكن معالجة الصداع بأي حال من الأحوال إلا عندما يتم تحديد سببه بشكل مبكر واستهداف ذلك السبب ومعالجته، حينها فقط يمكن منع إصابة الشخص بالمضاعفات ومنها الإصابة بضعف الذاكرة. إذا مستمعينا يعني إلى آخر الخبر، الخبر يدعو إلى الفحص المبكر دائما. إذا عندك صداع لازم تعرف من وين يأينك هذا الصداع، لا تهمله. فاصل مستمعين، وبعد الفاصل ما أرجع لكم إن شاء الله بأحد الإنجازات التي تحققت في مستشفى راشد، ما نتعرف عليها بعد الفاصل، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وحياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. للمشاركة في البرنامج على الأرقام 4006 للرسائل نصية، وللاتصال على الرقم 600551414. قبل الفاصل وعدناكم لما نتكلم عن واحد من الإنجازات التي تحققت في مستشفى راشد تابع لهيئة الصحة بدبي، طبعا مستمعينا يعني نجحت عملية إيصال ذراع عامل آسيوي في العشرينيات من عمره، بترت يده اليمنى من منطقة الكتف بترا كاملا بعد إصابته في مكان عمله منذ أسبوع، والحمد لله تم نقله لمستشفى راشد قسم الطوارئ مع الاحتفاظ بذراعه بشكل جيد، حيث أسعفه مجموعة من الأطباء يعملون كفريق عمل منسجم بمختلف التخصصات، ونقل المصاب على أثر الفحص السريع إلى غرفة العمليات حيث تولته العناية الإلهية. ثم فريق متمكن كانوا فيه يعني من الدكتورة دينا القدرة استشاري ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية، الدكتور خالد العوضي استشاري ورئيس قسم جراحة اليد، وفريق الدكتور بلال يوافي اليافاوي استشاري ورئيس قسم العظام، وأيضا كان في الدكتور مسعود شفيعي والدكتور محمد صديق، ويعني الحمد لله اللهم لك الحمد إن شاء الله ما نسيت حد من الأطباء. تناولت يعني تفاصيل العملية مجموعة عمليات مختلفة حسب التخصص لتوصيل العظام والشرايين والأعصاب المتهتكة ببعضها. طبعا أنا هذه المقدمة كلها ليش؟ لأن معايا على الخط الآن الدكتور خالد العوضي استشاري ورئيس قسم جراحة اليد. مرحبا دكتور.
مرحبتين أخوي، هلا وسهلا. الله يسلم دكتور. أول شيء مبروكين على هذا الإنجاز، يعني حقيقة مثل هذه العمليات نحن نفخر أن يكون هنالك مجموعة من الأطباء المواطنين القادرين على أنهم يقومون بمثل هذه العمليات، وخاصة في مستشفى راشد اللي سمعته يعني حقيقة بين يوم وبين كل يوم، يعني نحس أن هذا المستشفى يقدم إنجازات مختلفة. الآن بالنسبة لإرجاع ذراع العامل، الذراع المبتور للعامل، يعني الشغلة كيف دكتور؟ أنا أحس هذه مثل سبحان الله، يعني يوم صغارية نلعب في الرجل الآلي، نقص ديه كذا نطلع برع ونرد الركبة مرة ثانية، هذا اللي سويته. نعم. نعم هو بس شوي خطوة زيادة بس أكثر تعقيد من هذا الشيء. يعني احنا يعني عطنا الحالة من البداية كيف وصلتكم. نعم. دكتور شو الموضوع؟ الحالة وصلت من أسبوعين تقريبا، كان عامل جاي على المساء، أنا كنت مناوب في هاليوم، كنت موجود، وصل اتصال من قسم الطوارئ أن في حالة عامل جاي عنده بتر كامل على مستوى الساعد الجزء العلوي. حسب ما وصل لي الأخبار أن كانت الحالة فيها تهتك شديد. طبعاً إحنا الأطراف العلوية دائماً إحنا نحاول قدر الإمكان أن نحافظ عليها ونرجعها مثل ما كانت في وضعها، يعني أن نزرعها مرة ثانية. لما وصلت المستشفى وشفت الحالة كان في تهتك شديد، الأعصاب كلها يعني منفصلة فصل كامل من المصدر ماله مثل ما نقول، يعني مو قطع حاد على مكان الإصابة، لا الكسر صاير مثلاً في الساعد، لكن الأعصاب طالعة من منطقة الرقبة مسحوبة سحب. فإحنا قلنا يعني هذا عامل رجال صغير بالعمر، صح أن الطرف العلوي الأيسر، لكن كلنا إحنا بنحتاج مو بإيد واحد عشان نمارس حياتنا اليومية، محتاجين الإيدين. صحيح. فقلنا في كل الحالات لازم نحاول معه، وسبحان الله يعني التوفيق من الله سبحانه وتعالى، وبمفصل عدد فريق العمل مثل ما ذكرتهم، كان معانا قسم جراحة الشرايين وجراحة العظام والجراحات الميكروسكوبية، قسم اللي هي قسم جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية، كنا اشتغلنا مع بعض، نظفنا الجرح، فصلنا الأنسجة عن بعض، حددنا كل نسيج تالف، قمنا بتقصير العظم، تنظيف الأنسجة، تحديد الشرايين والأوردة والأعصاب، ثبتنا العظم أول ما بدينا، بعدين بدينا بخياطة الشرايين، وبعد ما توفقنا في خياطة الشرايين شفنا الدم واصل ما شاء الله نهاية الأصابع بطريقة جيدة، والدم راجع في الأوردة، فخيطنا الأوردة وبدأنا نخيط الأعصاب. طبعا التهتك الشديد هذا يضطر الواحد أن يأخذ المريض كذا مرة في العمليات، وإحنا دخلنا المريض أكثر من مرة لتنظيف الجرح. الحمد لله الحين صارنا أسبوعين الطرف العلوي عايش وسليم، وطبعا هذا مو نهاية العلاج، المريض بيحتاج فترة تأهيل ونقاهة طويلة جدا، مو بلازم يكون في المستشفى، إحنا متوقعين خلال أسبوعين بالكثير نطلع على البيت ويبدأ العلاج الطبيعي، وبعدين في مرحلة العمليات التصحيحية، قد يحتاج نقل أوتار، قد يحتاج زراعة شرايين أعصاب إضافية لتصليح الحركة عنده. والله دكتور يعني اللي تشرح لي إياه يعني وايد سبحان الله، تكلمني وأقول سبحان الله يعني كيف العلم اتطور أنه يوصل لهذه المرحلة، أنه ممكن بعض الأجسام يرد يوصل الشرايين، الأوردة، الأعصاب، فهذه عملية دقيقة جدا دكتور. ومثل ما قلت عملية دقيقة جدا، العملية طولت 5 ساعات، جزء كبير من العملية تم تحت الميكروسكوب، تنظيف الشرايين، تحديد الجزء التالف وقطعة وخياطة الجزء السليم منه، الأوردة نفسها، الأعصاب، يعني هناك أكثر من عصب واحد أساسي أو رئيسي بمنطقة الساعد، لازم يعني يتوصل بطريقة، يعني كيف أقول لك، يعني حتى العصب عبارة عن كيبل، لكن داخل الكيبل هذا ألياف كثيرة دقيقة، إحنا مو فقط نوصل الكيبل بكيبل، لا، لكن إحنا لازم نحدد أن الجزء هذا من الكيبل ماشي مع هالجزء، بحيث أن الألياف لما تنمو
من الكتف وترجع مرة ثانية للساعة تنمو في المكان الصحيح، ما تنمو في عصب ثاني. فهذا كله يتم تحت الميكروسكوب عشان نحدد الأعصاب بالضبط شو الجزء اللي يعني يناسب الجزء الطالع منه. والله يا دكتور يعني أنا بس حاب أسأل إن هل هذه العملية الأولى في إيصال الأطراف اللي كانت يعني، ولا شد سويتوا قبل عمليات بالنسبة للفريق العمل هذا؟ هل صادفتوا عمليات أخرى يعني كانت في السنوات السابقة في هذا المجال؟ واثنين دكتور يعني مدى توافر الكفاءة الطبية في دولة الإمارات وفي مستشفيات الهيئة ودبي يعني بشكل عام في 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 إجراء مثل هذه العمليات؟ احنا اولا بالنسبه لبتور الاطراف سواء الساعد او حتى الاطراف الطرفيه النهائيه مثل الاصابع او اليد كامل، احنا هالعمليات نسوها بصوره مستمره حسب الاحصائيات اللي عندي. انا سنه 2015 السنه اللي فاتت سوينا 25 حاله بتر رجعناها مكانها. قسم جراحه اليد والجراحات الميكروسكوبيه هي المسؤوله عن الحالات هذه. خلال السنة اللي فاتت نسمق 25 حالة، وصار عندنا يعني قسم كامل أو تيم كامل من الدكاترة متوفرين على مدار الساعة 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع يؤدون العمليات هذه. يستقبل حالات مو فقط من إمارة دبي لكن من كل إمارات الدولة خاصة الإمارات الشمالية. في حالات كثيرة احنا سويناها يعني أدت لنجاح ظاهر أن الشخص مو فقط أنه رجعت الحركة لكن رجع يمارس حياته الطبيعي مثل ما كان قبل الإصابة. بالنسبة للبتور اللي على مستوى الساعد هي من الإصابات النادرة على حد علمي، أن ثلاث سنوات اللي فاتت ما صارت لنا إصابة بهالطريقة أنه صار بتر على مستوى الساعد، لكن صارت حالات عندنا في مستشفى راشد وما شاء الله الإدارة وال الهيئة موفرة الدكاترة على طول الوقت يعني أنهم يوفرون هالخدمات في المستشفى. ففي حالات صارت من 5 سنين وحسب ما شفنا الصور اللي كانت موجودة في الداتابيز عندنا حالات رجعت وصارت الترميم فيها. فالحمد لله يعني الكفاءات موجودة عندنا والهيئة ما مقصرة معانا من ناحية الإمكانات والخدمات. احنا عندنا أجهزة ميكروسكوب جهازين، الخيوط الجراحية الدقيقة اللي الواحد لازم يستعملها في الحالات هذه صارت متوفرة الحمد لله ومن كل الأحجام. فالحمد لله يعني الشعب عندنا متطورة لدرجة إحنا ممكن نوفر الخدمات لأي حالة تينا إن شاء الله. إن شاء الله دكتور خلينا نتكلم عن قسم جراحة اليد، في عندنا مداخلة؟ نعم. طيب دكتور إذا تسمح لي بس أخذ هذه المداخلة مع أبو ندى وما نرجع نستكمل حوارنا، سامحني دكتور. مرحبا أبو ندى، تفضل يا سيدي. صبح كلام الخير دكتور. بالنور والصلاة. صبح الخير أخوي. أقول طال عمرك إحنا يعني صراحة نبارك لك على هالعملية يعني ناجحة ما شاء الله، أول مرة نسمع هاي العملية. نعم الله يبارك فيك أخوي ما تقصر. ما شاء الله يعني مستشفى راشد مشهور في العمليات يعني صراحة، وناس يأتي من خارج حق العلاج في دبي، يعني ما شاء الله عندكم طب متقدم وايد طال عمرك. الله يبارك فيك الله يسلمك. عندك سؤال بندى؟ دائما يوفروا لنا شيوخنا ما مقصرين الله يخليهم إن شاء الله ويطول عمر شيخ محمد بن راشد وحكومة دبي وقسم الصحة من دبي، الله يخليكم إن شاء الله ما قصرتون. جزاك الله خير يا بندى. شكرا لك يا ابو ندى على هذه المداخله. شكرا. حبيبي جزاك الله خير. عيسى طفي جزاك الله خير. دكتور الان بتحدث عن قسم جراحه اليدين في مستشفى راشد، يا ترى ما هي الخدمات بشكل عام اللي يقدم القسم؟ شو الامكانيات المتوفره في هذا القسم بشكل عام يعني بعيد عن العمليه التي تم اجراها، هذه العمليه النادره وهذا الانجاز؟ تفضل. احنا نوفر كل عمليات الاصابات اليد والاصابع، بتور اليد والاصابع، التشوهات الخلقيه اللي تصير في اليد والاصابع، التهابات الروماتيزم أو خشونة المفاصل اللي تصير مع الكبر بالنسبة لأصابع اليد أو حتى مفصل الرسخ، الناس اللي عندهم تهتك في الأعصاب سواء في الكتف أو في الساعد،
احنا نقوم بترميم الاعصاب اذا كانت الحالات هذه متاخره وجدنا بعد فتره طويله بحصار ان ضعف العضلات والعضلات ما ممكن ترجع لوظيفتها، فاحنا نعمل لهم عمليات نقل الاوتار بحيث ان نحسن من الحركه الموجوده عندهم. هذه نقل الاوتار دكتوره بتكلم عنها شويه بس ما شاء الله انتم مواضيعكم يعني واحد يفكر فيها يعني يقول سبحانك يا رب على جسم الانسان كيف انه وصل الطب يتعامل معه. بس خلني اخذ هذه المداخله مع ابو محمد دكتور ومن استكمل. تفضل ابو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل يا سيدي. صباح الخير، كيف حالكم؟ سلمك ابو محمد. الله، والله بغينا نبارك للدكتور وهذه صراحه على هذه العمليه ناجحه، وصراحه عمليه يعني تشرفت بها صراحه. الله يعطيكم الصحه والعافيه دكتور. بس الله يبارك، بغينا نتخبر وهذه ان في عمليات مستقبليه يعني نفس عمليه العين، زراعه العين يعني اقصد، وهذه زراعه العين وزراعه بعض الاعضاء، لان نحن سمعنا برا ان في زراعه يعني برا زراعة العين، سمعنا عنها أن في موجود زراعة العين عندهم. أنت تقصد يعني بو محمد تقصد زراعة الأطراف، يعني يكون في زراعة يد مستقبلا أو كذا، هذا اللي تقصد؟ أنا أقصد زراعة العين، يعني العين بكملها، يعني زراعة البصر. زين، هذا ممكن نجيب دكتور متخصص يكلمنا عن هذا الموضوع. بس اي يعني لنا عندنا يعني حق شو يسمونه حق هذا دكتور خالد العوضي، عندنا هو رئيس استشاري ورئيس قسم جراحة اليد في مستشفى راشد. نعم، لا تبى صراحه نحن سمعنا عن الخبر واستانسنا وايد، والله يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله يا رب. الله يعافيك، جزاك الله خير، وان شاء الله انا وعدتك بنسوي حلقه عن العين زين، وما نتكلم عن هذا الموضوع بعد. صح، الله يعطيكم الصحه والعافيه ان شاء الله. طول عمرك يا ابو محمد، جزاك الله خير. عمركم طول ان شاء الله، مع السلامه. دكتور خالد، يعني انت الاحظ اليوم ما شاء الله المستمعين مستانسين دكتور على نجاح مثل هذه العمليه، يعني مستانسين على هذا الانجاز. يعني انا الخبر لما وصلني وايد استانس. انا ادري انه ماخذنك عن غرفه العمليات، وادري انه عندك عمليه بعد شويه، لكن من الفرحة اللي موجودة فينا بهذا الإنجاز دكتور. يعني قلنا يعني لو تخصص لنا ربع ساعة خل الناس يسمعون ويعرفون شو اللي صار وشو هذا. يعني أنتم ما شاء الله عليكم عندكم وايد إنجازات، يعني صعب أن نطلعكم في الإعلام، دائما ما تحاولون أنكم أنتم تتجنبون الإعلام. لكن شوف دكتور، هذه فرحة المجتمع بهذه الإنجازات، خاصة لما تتحقق يعني بأيادي وطنية نفرح أكثر دكتور. الآن تحدث عن نقل الأوتار، شو هذا نقل الأوتار دكتور؟ شو هذا التخصص اللي انتم تسوونه والخدمة هاي اللي تقدمونها في القسم؟ نعم، الحين مثلا تأتينا حالات كثيرة حركات الأصابع الإيد، إنزين في عضلات تحرك الأصابع بحيث أنها تقبض الأصابع على بعض، وفي عضلات تفتح الأصابع وتفردها. كل عصب مسؤول عن عضلات معينة، في عصب يغذي العضلات اللي تثني الأصابع، وفي عصب ثاني يغذي العضلات اللي تفرد الأصابع. لو عصب من هالعصاب تلفت وصار فترة طويلة، مر تقريبا سنة من يوم ما صار التلف هذا، العضلات تبدأ تضمر، العضلات اللي تتغذى من هالعصب تبدأ تضمر. فلو قلنا إن بعد سنة نحاول نرد العصب ونخيطه مع بعض، العضلات هذه ما بترجع. ففي هالحالة ناخذ بعض العضلات اللي هي ما زالت سليمة، مثلا لو العضلات اللي صارت تفرد الأصابع ضعفت وما بقادر ترفع الأصابع لفوق، ناخذ عضلة من العضلات اللي تثني الأصابع، وفي كل صبع عضلتين يثنون الصبع، ناخذ عضلة واحدة ونحولها للأصابع اللي خلف الإيد عشان ترفع الأصابع لفوق. جميل. طبعا المخ متعود ان العضله هذه تثني الصبع ما تفرده، لكن مع العلاج الطبيعي بعدين يبدا المخ يتعلم ان وظيفه العضله هذه الحين اللي كانت تثني لا، لازم تفرد الصبع. فهذه نسميها عمليه نقل الاوتار او نقل العضلات. فاحنا نشوف شو العضلات اللي تلفت وشو العضلات الموجوده، وبعدين نسوي مثل عمليه او خطه علاجيه، نبلغ المريض مثلا ناخذ العضله هذه الفلانيه وننقلها لورا،
وناخذ العضلة هذه للصبع الفلاني بحيث أن في الآخر كل الأصابع تبدأ تنفرد، وممكن حتى نرفع المفصل الرسخ بعد أنه يرجع يتحرك مرة ثانية. ممتاز ممتاز. طيب دكتور، يعني آخر سؤال بس شيء ورد لذهني، يعني أبو محمد ما شاء الله فتح لنا موضوع الزراعة، زراعة الأعضاء، وهو كان يتكلم عن زراعة العين، أنا أتكلم على زراعة اليدين دكتور، هل مستقبلا ممكن، أو هل حاليا أصلا في زراعة يد تسوونها؟ يعني الحين احنا عمليات الزراعة لو عندنا مريض عنده بتر في صبع من أصابعه، نفضل نرد الصبع هذا مكانه لو الصبع سليم، لو صار ما في تهتك في الصبع، لأن الشيء اللي من الجسم أفضل للجسم. صحيح. إذا كان الصبع هذا تالف تلف نهائي بحيث أنه ما ممكن يرجع، لو كان الصبع هذا الإبهام مثلا، وهذا الصبع مهم جدا في الإيد. صحيح. وكل الأصابع كل شيء مهم والله دكتور. نعم. إيه. بس وظيفة الإيد يعتمد 50% على الإبهام، لأنك أنت ما تقدر تمسك شيء من غير وجود الإبهام. صحيح. فإحنا شو لو الأربع أصابع الثانية موجودة، ننقل إصبع من الأربع أصابع ونلفه ونحطه مكان الإبهام بحيث إنه يسوي وظيفة الإبهام. سبحان الله. لو المريض ما يبى إنه يفقد أصابع الأربعة أو يفقد أي صبع، في هالحالة نزرع له الصبع من الريل، نأخذه ونزرعه في الإيد. سبحانك يا رب. بحيث ان الشخص هذا يظل عند الاصابع الخمسه. لحظه دكتور، انا ما ابغيك تكمل الحين، انا لازم اجيبك الاستوديو يوم من الايام تفضى دكتور نتكلم عن هذه المواضيع، لان احس ان المواضيع وايد جميله، الواحد مفروض المستمع يتعرف عليها، لان الحين تفتح لي افاق وايد كثيره، وانا عطلتك عن العمليه. صح دكتور؟ لا ابدا. الله يسعدك يا رب. طيب دكتور، بخلي وانا بعد البرنامج بتواصل معاك ان شاء الله بعد العمليه، ونرتب على 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 زياره بنتكلم اكثر عن هذه مواضيع للاستوديو. دكتور خالد، الله يسعد، دكتور خالد العوضي استشاري ورئيس قسم جراحة اليد بمستشفى راشد، نحن شاكرين لك هذه المداخلة وشاكرين لك وقتك، وألف مبروك على هذا الإنجاز، وإن شاء الله من إنجاز إلى آخر ومن تقدم إلى آخر، وكل الشكر لك دكتور، شكرا جزيلا. الله يبارك فيك، ما تقصر. جزاك الله خير. إذن مستمعينا، كان معنا الدكتور خالد العوضي استشاري ورئيس قسم جراحة اليد بمستشفى راشد، كنا نتحدث عن نجاح عملية إيصال ذراع عامل آسيوي في العشرينيات من عمره، بوتيرت يده اليمنى من منطقة الكتف بترا كاملا بعد إصابته في مكان عمله قبل أسبوع. طبعا هذه العملية الأطباء في مستشفى راشد فريق عمل منسجم من مختلف التخصصات استطاعوا إعادة هذا الجزء المبتور، اليد المبتورة اللي من الكتف، رجعوها حق هذا العامل. عموما إنجاز جميل يحسب لأطباء مستشفى راشد. فاصل مستمعينا، وبعد الفاصل عندنا مواضيع أخرى، فابقوا معنا. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وحياكم الله معنا في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. مستمعينا، يعني بننتقل حاليا إلى ما أعرف فيصل وين موجود، لكن اللي يعرف أنه هو بيكلمنا عن منتدى التحول الرقمي. هذا المنتدى وين مكانه؟ شو هو هذا المنتدى؟ وشو علاقة الهيئة بهذا المنتدى؟ ما نتعرف على كل هذه المواضيع مع فيصل. فيصل كيف حالك؟ مرحبا مرحبا محمود، كيف حالك؟ الله يسلمك، تفضل يا سيدي، قل لي وين أنت وشو شو شو اللي عندك؟ حاليا انا متواجد في فندق العنوان لنقل منتدى التحول التقني. اليوم في عدد كبير من الحضور، وكانت ايضا سفيرة مملكة بلجيكا ايضا موجودة من ضمن الحضور. طبعا بداية المؤتمر كان كلمة من الدكتورة منال تريم المدير التنفيذي بقطاع الرعاية الصحية الأولية، وايضا السفيرة البلجيكية ايضا قضت ايضا يعني قالت خطاب ايضا بخصوص نفس الموضوع، وايضا كان رئيس شركه اكفا
في شركة أكسا أيضا اللي هو معني بهذا الموضوع أيضا كان متواجد. ما أدري محمود أنا إذا بتعطيني في فرصة أني تشوف لي ضيف ولا؟ والله في فرصة حاضرين تامر أنت. زين أنا مو أدري يعني لحظة دقيقة بس. لا بس أنت شوف لما يجيك الضيف أنا أبغى أعرف الحين فحوى الكلمات هذه شو موضوع المنتدى شو اللي صار فيه. طبعا محمود انت مثل ما بعرف ان الهيئه الان في هناك نقله نوعيه في جميع خدماتها وتتجه الى تحويل الخدمات التقليديه الى خدمات تقنيه متقدمه. فهم عاملين هذا المنتدى في هذا اليوم محمود ليعرض تجربه شركه اكسا وكيفيه الاستفاده من هذه التجربه، وايضا شركه اكسا ايضا هي شريك من 2006 مع هيئه الصحه. محمود تخيل كانت عدد تصوير، طبعا شركه اكفا معنيه بتصوير مثل الاكس راي او الاشعه والرنين المغناطيسي، وهذا شيء مهم بالنسبه لهيئه الصحه ان تكون عندها مثل هذه التقنيات اللي تساعد الاطباء على التشخيص وايضا عمل العلاج الصحيح. نعم. اذا بتعطيني دقيقه انا وياي معاي الدكتور محمد رضا مدير المكتب التنفيذي للتحول التنظيمي. دكتور صباح الخير. صباح النور أستاذ عمر. يعني أول يعني في الحقيقة أحييكم على جهودكم القائمين فيها والعدد الكبير أيضا من الحضور الذي يدل على مدى اهتمام موظفين الهيئة وأيضا المعنيين في هذا المجال. ممكن تكلمنا دكتور عن يعني لو كلمة بسيطة عن هذا المنتدى ودوره وشو الأثر المتوقع لمثل هذه المنتديات للهيئة بشكل عام والإمارة دبي؟ صبح على المستمعين بالخير ونقول لهم اليوم الحمد لله الله وفقنا لمنتدى التحول الرقمي لهيئة الصحة بدبي، ونتكلم اليوم عن نوعين من التحول أخوي. أول نوع من التحول هو التحول الرقمي اللي تشهده مش فقط إمارة دبي أو هيئة الصحة بدبي إنما جميع العالم. ثاني نوع من التحول هو تحول شركة أكفا من شركة اللي يذكرونها من مثل ما يقولون جيل الطيبين. أيوة يذكرون التصوير الفوتوغرافي والتحميض والأفلام هذه. ما أدري إذا حد من الأخوة المستمعين من أكيد في ناس وايد يسمعوننا الآن ويعرفون هاي الشركة يعني. 1970 1980 بيذكروننا محلات شركة أكفا الصغيرة اللي كانت يمكن في بار دبي. كيف لما تسير لها وتحمض لك الفيلم ويأخذ لها يمكن يومين وثلاثة. أتذكر الصورة كانت بدرهم. سبحان الله. نعم. اليوم هذه الشركة تحولت إلى شركة رقمية بالكامل. ما بتتخيل أنها يعني حتى قالوها اليوم في المنتدى أن هاي الشركة يمكن تخلصت من التصوير الفوتوغرافي وتحولت إلى نوع من التصوير الرقمي المتخصص في مجال الأشعة. إنزين دكتور، نحن كهيئة صحة دبي شو العائد شو الفائدة بتكون من دعوة مثل هذه الشركات الكبيرة اللي مثل هالمنتديات في دبي؟ طبعا اليوم نقل المعرفة عندنا جدا مهم، والجماعة في شركة أكفا ما قصروا جدا كريمين بنقل المعرفة. اليوم الابتكار مطلوب ونقل المعرفة مطلوب، وحتى نحن في التميز مطالبين بنوع معين من المحاضرات والمنتديات. طبعا اليوم عندنا أيضا مشروعين سلامة ونابض أيضا في الصحة بدبي. سلامة جزء كبير منه هو التصوير الإشعاعي أو الباكس يسمونه، وهم شركة أكفا هم أحد الشركات أو الشركة الوحيدة صح التعبير اللي هي موردة لهذا النظام. نظام الحمد لله جدا ناجح مثل ما تفضل من 2006 إلى اليوم مئات الآلاف من الصور تم تصويرها، ووصلنا إلى 1,600,000 صورة اليوم في 2016 يعني خلال 10 سنوات. شوف التحول كيف استوى. أيضا مشروع نابض بإذن الله في 2018 بيشمل في طياته كثير من التصوير الإشعاعي. طيب هاي الصور سجيل اليوم نحن نتكلم يمكن بألاف الميجا بايت، كيف بنحملها في نظام؟ اليوم هاي التقنية تفتكر نفسها وتعيد صياغة نفسها. يعني أنتوا حاليا بتعتمدون على الشركة في خدمات أيضا وبرامج موجودة حاليا في هيئة الصحة. نعم، وبإذن الله إن شاء الله القادم أكثر وأكبر ومثير جدا، وفي أشياء بنوصل فيها حتى للمريض دايركت حيث أن المريض أيضا يشوف صورة على تليفونه. محمود إذا تعطينا فرصة ولا خلاص خلصنا كذا؟ والله على راحتك أنت. شو تامر اليوم الحلقة لك اليوم حاضر. الله يطول عمرك ما تقصر. لا محمود مثل ما تفضل دكتور محمد أن فعلا
هناك تقنيات جدا متقدمة موجودة، وهيئة الصحة بدبي تسعى إلى استقطاب هذه التقنيات وهذه الشركات للعمل شراكات. على فكرة مثل ما قلت لك محمود أن الشركة هذه كانت فيها مع الهيئة شراكة من 2016. بداية الشراكة كانت 150 ألف صورة كانت فقط. اليوم مثل ما تفضل الدكتور اليوم عاملين 1,600,000 صورة، فيعني أعداد كبيرة وتقنيات جدا حديثة، وهذا كله لهدف واحد اللي هو يعني إسعاد الناس وعلاجهم على أكمل وجه وأفضل طريقة وبدون أي مشاكل أو تعقيد أو تأخير. الكلمة لك محمود، أنا يعني إن شاء الله لو حصلت أيضا ضيف آخر ممكن نشوفه في القريب إن شاء الله. ما أدري الدكتور روح عنك محمد. لا موجود. بس يعني أنا كتحدث عن سلامة ونابض الدكتور محمد، يا ليت تسأل شو علاقة سلامة ونابض بهذا المنتدى؟ يكسرونك دكتور عن سلامة ونابض، ما علاقة سلامة ونابض بالشركة هذه أو بالتقنيات الحديثة اللي موجود اليوم؟ مشروع سلامة حاليا تصوير الأشعة يقوم عن طريق هاي الشركة أكفا، هي المورد للنظام، وبإذن الله مشروع نابض أيضا في المستقبل جزء منه اللي هي تصوير الأشعاعي، أيضا نحن بندخل احتمال في الشراكة مع نفس الشركة. أيوة في شيء محمود ولا خلاص؟ إنزين الآن حتى نحن نتحدث عن التطبيب عن بعد كذلك، يعني كيف ممكن تساهم مسائل التحول الرقمي في تعزيز مفهوم التطبيب عن بعد؟ دكتور بخصوص التطبيب عن بعد، هل أيضا هناك علاقة بين هذا الأنظمة والتطبيب عن بعد؟ جزء من التطبيب عن بعد يعتمد على التصوير الإشعاعي، مثلا إذا المريض هو بعيد عن الطبيب والطبيب يبغى يشوف صور معينة للمريض سواء كانت MRI CT أو أشعة عادية، فممكن تحميلها عن طريق هذا النظام اللي هو الأكفا. يعني ممكن الدكتور يشوف يعني ممكن نشوف مثلا في التليفون مثلا أو عن طريق الأجهزة اللوحية. نعم ممكن نشوف، وتوصل لدقة ووضوح عالي جدا، بحيث أن لا قدر الله إذا مريض عنده نوع من الكسر أو كذا ممكن الدكتور يعمل زوما لنوع الكسر ويشوفه بدقة عالية جدا. زين متى هذا بيكون موجود متوفر للناس دكتور؟ حاليا النظام هذا موجود في هيئة الصحة بدبي، نحن نتناقل الأشعة عن طريق نظام أكفا الفاكس، وبإذن الله إن شاء الله في المستقبل بيكون متواجد في نابض. لكن مثل ما تقول حاليا هو الصحة مش اليوم مع شركة أكفا، من 2006 بتعاقد مع الشركة بحيث أن هذا التحول من أفلام عادية أو ورقية إلى أفلام رقمية. والله أنا جدا سعيد اللي أسمعها دكتور، يعني هذا شيء مفرح، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله وإلى الأمام. بس أنا قبل ما أنهي شو المستقبل أيضا في هذا، الآن أنتوا عندكم جلسات ورش عمل حين بتكون في المستقبل، ما هو الجديد مع هذه الشركة أو إذا كانت هناك في شركات أخرى تعمل في نفس المجال؟ نعم لو سألنا السؤال قبل 10 سنوات شو الجديد، تشوف اليوم أن الجديد هو أنت تركت الأشعة الورقية بطريقة تامة ويمكن قتلتها وما تباها. طيب باشر هل نحن بنترك الأشعة الرقمية بنتحول إلى شيء ثاني؟ هذا السؤال. طبعا هذا هو الابتكار المطلوب، هذا هي التحديات المطلوبة باشر. يجب أن يكون عندنا استشراف في المستقبل اليوم بحيث أن نحن ندخل المستقبل يعني عندنا قوة معينة وعندنا معرفة معينة، لأن التغيير يمكن يكون هو شيء ثابت الوحيد في هالتحولات الرقمية. وجاهزيتنا نحن كهيئة الصحة في دبي الحمد لله بتواجد الفرق وبتواجد قادة المبادرات، اليوم أكثر من 100 مبادرة اليوم أنا أقدر أقول كلهم اليوم موجودين معنا في الورشة ومستعدين لهذا التحول ومستعدين لاستشراف المستقبل واستقباله. الله يعطيكم الصحة والعافية، شاكرين لك دكتور محمد رضا لك. المدير المكتب التنفيذي للتحول التنظيمي. شكرا لك فيصل وشكرا للدكتور محمد ونتمنى لكم التوفيق. وبس أقول لك الحين هذا المؤتمر في فندق العنوان العنوان نعم هذا العنوان ترى ملاصق في دبي مول، ماشي هذا خلص المنتدى تعال المكاتب ها؟ لا رادين إن شاء الله على طول سالف وياك يا فيصل الله يسلم، لا عليك الله يحفظك الله يسعدك. شكرا لزميل فيصل بن فارس مراسلنا
في صحة وسعادة، دائما ما يتحفنا بالتغطيات الجميلة. اليوم عطينا هذا حقه، نحن خلينا شو اسمه موجود معانا، عطينا حقه. وطبعا مستمعينا كنت أنا أتحدث دائما، يعني أتمنى اللي عنده أي ملاحظة أو أي اقتراح، أو يعني أنا ما أبغى أقول شكاوى، لكن هي المسألة أن انتقاد بناء لخدمة من الخدمات، كنت أتمنى أن دائما توصلني على البرنامج. لكن أستغرب في الحقيقة أن نسب الملاحظات يمكن خفت. ليش؟ يعني ما نتكلم ان في جهود كبيره قائمه فيها قائم فيها مركز الاتصال في هيئه الصحه بدبي. هذا المركز خلال النص الاول من 2016 ما يعادل 110,775 مراجع للاستفسار عن الخدمات المتعددة التي تقدمها الهيئة في مختلف مستشفياتها، مراكز الصحية والتخصصية. طبعا هذا كله عن طريق إيش؟ عن طريق الرقم المجاني 800-342 800-DHA-342. هالرقم يعني التابع للمركز يعمل على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع، يعني 24/7 days. طبعا عدد المكالمات قلنا 110,775 مكالمة، هذه بس في النصف الأول من 2016. يعني تقريبا المكالمات اللي تم استقبالها تعلقت بالاستفسار، 46% منها من تعلق بالاستفسار عن ترخيص الأفراد والمنشآت الصحية، 18% كانت حول خدمات اللياقة الطبية، 7% كانت لمراكز الرعاية الصحية الأولية، 11% من المكالمات كانت حول خدمات المستشفيات، 11% من المكالمات الواردة كانت عبارة عن أسئلة عامة، 5% من المكالمات كانت للإدارة العامة لهيئة الصحة، 1% حول المراكز التخصصية الطبية، 1% منها أيضا كانت حول خدمات وزارة الصحة. وطبعا المركز كان يحول هذه المكالمات. المركز عبارة عن يعني مركز متخصص للرد على استفسارات الجمهور باللغة العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الفارسية والأوردو. طبعا في لها نظام إلكتروني متكامل يسجل جميع المكالمات، وفي خاصية التعرف على وضع المكالمات المستلمة، وأيضا المركز يتلقى جميع الملاحظات والشكاوى والاستفسارات حول خدمات الهيئة. ونحن أيضا في برنامجنا يعني نتعاون بشكل أو بآخر، مش مع المركز فقط، مع إدارة خدمات المتعاملين بشكل عام، لأن الإدارة فيها المركز وفيها وصل صوتك، نحول هذه الملاحظات اللي تينا من وسائل الإعلام وسائل التواصل الاجتماعي إلى المعنيين في هذا المركز. فإن شاء الله يا جماعة الخير منرتب كذلك بعد حلقة يعني ما نتكلم فيها عن هذه المواضيع كلها مع المعنيين وأحدث التقنيات والمعايير العالمية اللي يحتويها هذا المركز. عموما وصلنا لختام حلقتنا اليوم، على أمل أن نلقاكم بإذن الله في القادم من الأيام، يعني غدا إن شاء الله. فتقبلوا تحياتي، محدثكم محمود يوسف العلي، وفي التنسيق كانت معانا شيمة التناك ونور، نور منو ما أسمع، نور عبد الله. وايضا شكرا للمخرج المتالق دائما عيسى سبيل، وشاكرين لك جهودك ايمن، اكيد نحن شاكرين لك جهودك اللي تقدمها دائما. عموما وصلنا للختام، والله ودي اشكر واحد واحد مشارك في هذا البرنامج، لكن عندك وقت؟ ها ما عندك وقت، زين. عموما كل الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا البرنامج، وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد ومواضيع أخرى شيقة. تقبلوا تحياتي، وفي الختام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.